أهلا بكم. عام على الحرب وما زال النازحون يعيشون ظروف إنسانية صعبة وقاسية، ونحن ما زلنا نتجول بين هذه الخيام في منطقة المواصي، مواصي مدينة خان يونس جنوب القطاع، ونرصد هذا الواقع الذي يتفاقم يوم بعد يوم. ونحن نتجول بين هذه الخيام وجدنا هذه الخيمة، وهي كباقي خيام النزوح تفتقد لأدنى المقومات الإنسانية والحياتية. لكن ليس هذه القصة، قصة هذه الخيمة ومن يتواجد فيها مختلفة عن سابقاتها. فهنا تعيش ثلاثة نساء بدون أزواجهن بسبب هذه الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الخطيرة. تشتتت هؤلاء النسوة بسبب هذه الحرب وبسبب النزوح الذي أجبر هؤلاء النسوة على النزوح بدون أزواجهن في ظروف صعبة وقاسية. نزحوا قصرا تحت النار من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، والآن يتواجدنا في هذه الخيام في هذه الظروف التي كما نشاهد ظروف حياتية صعبة. سنقترب من المشهد ونتعرف على قصة هؤلاء النسوة وما تعرضنا له من بداية النزوح والتشتت عن أزواجهن، وأن يعيشن في هذا المكان بدون معيل في هذه الظروف الصعبة. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يحفظك. ثلاثة نساء يعيشن بدون أزواجهن في هذه الخيمة، احكي ليش القصة؟ القصة إن إحنا نزحنا أنا وخواتي بدون جيزاننا، ونزحنا في الدير وقعدنا عند عمتي، وبعدين كان جوز عمتي مريض، وبعد هيك قعدنا عنده 7 أشهر ما تحملش، قلنا يعني كل واحد يشوف حاله. طلعنا من الدير، اجينا هنا على خان يونس وعملنا خيمة، وهي زي ما انتو شايفين انه الوضع صعب كتير جدا، يعني الله بيعلم كيف بنقدر ندبر امور يومنا. طبعا لا غاز، الله بيعلم كيف بندبر الحطب تبع يوم اليوم. يعني أنا ابني عمره 1 سنة و8 أشهر، كبر ما شافش أبوه ولا بيعرف هيئة أبوه ولا منظر أبوه يعني، وبناتي كذلك يوم يوم بعيطوا على أبوهم، خواتي برضو كذلك نفسهم، يعني أنا وبناتي وخواتي نفسنا نشوف جيزاننا. يعني أنا كل اللي بتمناه من الله إنه ما نموتش قبل ما نشوف، أنا ما نموتش قبل ما أشوف جوزي وخواتي برضو كذلك، ونشوف خواتي ونشوف حبايبنا في غزة، وهي اللي بنطلبه من الله. إيش السبب اللي خلاكوا تنزحوا بدون أزواجكم؟ الخوف. أنا واحدة من الناس من الخوف على أولادي، لما شفت أنا الناس بتموت والأطفال بتموت في غزة ما تحملتش، أخذت أولادي وطلعت، ولا أحد ما أني أنا شفت الموت في عينيا وأنا جاية، نزحت عن طريق اليهود، كانوا اليهود دقبالنا، لغاية ما أنا ماسكة أولادي ومتبتة فيهم وماشي على القرآن وماشي على التسبيح، أنه من خوف ما يصير لنا إشي. وخواتي برضو كذلك، لما نزحوا كانوا نازحين قبلية برضو كذلك، نزحوا على من الخوف وعلى أطفالهم. يعني أقصد أنه اتفقت انت وزوجك على انه انت تنزحي بدونه، ولا اجبرتك الظروف انه انت تبعدوا عن بعض او تتشتتوا؟ انا هو كان يقول لي بالاول خدي بناتك واطلعي، خدي بناتك واطلعي، الامور صارت صعبة، كنت اقول له انا مش طالعة بدونك، صار يقول لي بقول لك اطلعي، بعدين انا وانا طالعة حسيت جوزي متردد، صار يقول لي لا اطلعيش خلاص تطلعيش، لا هو بعدين قال لي خلاص خدي بناتك وروحي، وقال لي أنا بألحقك على أمل إنه يلحقني، بس ما لحقنيش، هو ضل في منطقة وأنا في منطقة، وأنا اللي بتمنى من الله إنه ما يجرى لنا إشي قبل ما أشوفه ولا يشوف بناته. طب كيف وضع زوجك؟ يعني هو قادر ولا مريض أو لا؟ أنا جوزي مريض، أنا محروق جوزي من حريق انصراط، يعني وضعه صعب جدا جدا جدا، لغاية إنه يعني لا بيقدر يشتغل ولا بيقدر يأكل لحاله ولا يشرب، يعني أموره صعب جدا جدا جوزة. فأكيد بالك مشغول عليه إنه كيف بدبر أموره. أكيد يعني 24 ساعة أنا لو يصح لي أضلني أكلم فيه على الجوال ما بوفرش، بس المهم حتى جوال مش موفر لنا، جوال في قلب الخيمة مش موفر لنا.
طب كيف بتسيروا أمور حياتكم، خصوصا أن أنتم في الهنا بدون معيل، بمعنى أنه ما في فلوس، ما في مقومات حياة، ومعكم أطفال محتاجين رعاية يومية؟ الأطفال يعني أنت عارف إنه في تكيات، الأطفال بروحوا على التكيات يعني أنا بقى أشوف وين في مندوب هيك بروح له، يعني بقول له تعال شوف أطفالنا، ما فيش معنا جيزان هيك، فهو بيجي يعني بشوف الوضع، يا بيساعدنا يا ما بيساعدناش، وهي الحياة على هيك ماشية. إلكوا شهور على نفس المنوال؟ إلنا هالقطة تقريبا 7 أشهر 8 على الإشي هذا إحنا. ومعك أطفال محتاجين برضو رعاية، يعني الأمر لا يقف على الطعام فقط. أكيد يعني جاي علينا شتاء، أنا بقول لك ما فيش عندي أواعي شتوي لأطفالي، ما عنديش أواعي شتوي، ابني هيو كبر ما عندوش أواعي شتوي. الصنادل الله يعزك يعني يطلعوا فيهم يعدوا الحمام فيهم يروحوا، ما فيش عندهم برضه. أكيد هو واضح من المكان أنه يفتقد لكثير من مقومات الحياة، وهذا الطفل اللي حكيت عنه أنه ما شاف ما أبوه. شافش ابوه ولا ابوه بيعرفه يعني، ونفسه بقول لي اموت واشوف ابني، اجا بعد 10 سنين. أنت معك فقط الولد لا هذا، معايا 4 بنات والولد هذا. فهو بالتالي ما شافوش، متشوق أنه لا يشوفه. ما شافهوش، طلعت عمره 6 أشهر الولد وما بيعرفش لا ابوه ولا ابوه بيعرفه هو، لغاية اني بقوله لو روحت وحطيت لك اياه بين الناس بتعرفه، قال لي مش هعرفه، قال لي كيف بدي أعرفه يعني. أكيد يعني هذه تداعيات الحرب التي شتتت هذه الأسر. هذه السيدة ليست وحيدة في هذا المكان، معها 2 من أخواتها وأيضا بلا أزواجهن في هذا المكان. يعطيك العافية أختي، الله يعافيك. الله يحفظك. نتعرف عليك، رشا السرحة من حي الزيتون. أنتوا 3 من حي الزيتون صحيح؟ يعني أكيد ظروف صعبة إنه المرأة تعيش بدون زوجها في هذه الحرب، خصوصا إنه متطلبات الحياة كثير. طبعا أنت قصة مختلفة عن أختك أكيد، يعني هي تركت أو زوجها اتفقت مع زوجها على إنها تتركه، إيش قصتك أنت؟ نفس القصة، ايش ده يكون كلنا نفس المأساة، اطلع يمكن اسبوع اسبوعين كتيرها شهر وبنرجع، انا بدبر حالي هنا وانت بتدبر حالك هناك وبلحقك، والحمد لله رب العالمين قعدت بدل شهر شهرين 3 صار لنا سنة والحمد لله رب العالمين. طيب ايش السبب اللي كان اجبرك انه انت تترك الزوج وتنزحل للجنوب؟ ايش السبب؟ الجوع، الناس بتتقطع قدامك، انا بحي الزيتون بمنطقة السكة ورا الناس كلها يعني، ما ضلش حدا يعني، اللي ضل مات، استنى لما اموت انا واولادي، لا قلت انفد، يمكن لعل وعسى انه الانسان لو طلع، احنا بنفس البلد يعني الجنوب مش بعيدة، ما فكرناش انها تصير يعني خط حدود، يصير فيش ما نعرفش يعني بيننا وبينهم زي ما بيقولوا خط فاصل واحد وما نقدرش نشوف اللي إلنا، وأنا مش بس سايبة زوجي هناك، سايبة بنتي لسه عروسة شهر ما لحقتش أفرح عليها، وغير هيك سايبة خواتي وسايبة أخوالي وسايبة كل الدنيا، وأبويا استشهد هنا، يعني إحنا عايشين في مأساة الله اللي أعلم فيها. أنا بنتي شهر لسه مزوجاها عمرها 15 سنة يعني باحتياج أم، أنا أكتر إشي يعني قد ما جوزي هين عليا بنتي مش هين عليا أكتر، أنا ليل نهار ببكي، أنا مرضت بسبب بنتي، بتمنى من الله بس اللي قبل ما أموت أو يجرى لي ده إشي إني أشوف بنتي وأشوف أخواتي وخواتي وأهلي وجوزي وكل حاجة إلي. صعب انه المرأة تتشتت عن عائلتها، خصوصا يكون زوجها او احد ابنائها. طبعا طبعا يعني زيه زي الموت يعني، احنا لو بنعرف ده تطول هيك كان تمنينا الموت وخلاص، كان ضلينا 200 200، ما احنا انا يعني تقريبا بتعالج الي اسبوع، الدكاترة اكتشفوا معايا قالوا لو صبرت شهر لو صبرت يومين تنصر معك فشل كلوي، انا من كتر ما ببحث اطفال هدول بدهم ياكلوا بدهم يشربوا بدهم ابو يعيلهم بدهم كل إشي زي أي طفل في أي بلد في أي دنيا، بدهم يعيشوا بدهم مستلزمات حياة بدهم يلبسوا
اللبس مش ملاقين، وصندل برجليهم مش ملاقين، يعني بيمشوا. وبعدين جاي علينا هاي شتاء، البحر قدامنا، إذا ما نجيناش، إذا نجينا من العدو يمكن ما ننجاش من البحر. هذه حياة مأساة، يعني إحنا بنطالب رب العالمين، ما بنطالبش حدا تاني، بنطالب رب العالمين وبس إنه يحلنا، أكتر من هيك إحنا مش طالبين. طب كيف بتدبروا أموركم؟ في رب اسمه الكريم، بنساش حدا، الحمد لله رب العالمين. قديش معك أطفال؟ أنا معايا ستة، معايا أربعة، ثلاث بنات والولدين وأنا، وأختي الثانية معاها أربع بنات وولد وهي، والثالثة ولدت هنا، إجت حامل وولدت. مأساة تانية كمان إنها تنولد طفلة بدون ما تشوف أبوها ولا تشوف أي حدا، الحمد لله. مين من بناتك هنا الكبار؟ هي بنت سعاد. كيف حالك يا سعاد؟ الحمد لله. قديش عمرك انت؟ 12. انا دخلت الخيمة ولقيتك تشتغلي في العجين والخبز. 12 سنة مش صغير على الشغل هذا؟ لا. ليش؟ بتعلم. بطلنا نتعلم بالمدارس. اكيد انت مشتاقة لبابا. صح. قديش لك ما شفتيهوش؟ إلي سنة. من يوم ما نزحتي يعني من عام على الحرب لحتى الآن ما شفتي بابا بالمرة؟ بعد 9 أيام جينا. طب إيش مدى اشتياقك؟ قالوا احكي لي. اشتياقي يعني بحبه، مشتاقة له. طب كيف عايشين في المكان هذا وظروف صعبة وبالعافية بتلاقوا أكل وبتلاقوا شرب؟ أكيد بتفتقدي بابا في الشغلات هذه. برضو إرادة ربنا، إن شاء الله بنروح. طب إيش بتتمني؟ نروح بس. تتذكر حياتك اللي كانت قبل ما تنزحي لما كنتوا مع بعض؟ كل يوم، كل يوم بنتمنى إن نروح ونشتاق ومشتاق لبعض، إن شاء الله بنروح. إيش أكتر شغلة هيك تحسيها بتزعلك لما تتذكري؟ أختي وأبويا، كنا عايشين مع بعض وفرقنا على بعض. هيك احنا انا هيك اشتياق له. ايش بتتذكري؟ ايش المواقف بتتذكريها؟ يعني كنا انا واختي نلعب مع بعض ونلعب جنب بعض، وابويا يصرف علينا ونروح ننتش احنا وياه بس. والان لكم سنه ما شفتوا بعض. تعالي يا عم. ايش اسمك؟ نور. نور؟ قديش لك ما شفتش بابا يا نور؟ كثير. مشتاق له؟ ايش بتتذكري؟ يا نور طلع يا عم، تعيطيش، احكي لبابا، يلا بسمعك بابا، احكي له رسالة، يلا قولي له. اشتقنا. تتذكري بابا لما كان يطلعك ايش كان بيشتري لك؟ حاجات. قديش نفسك تشوفي بابا؟ كثير. طلع الكاميرا، بابا بيشوفك، يلا احكي له كلمة. بحبك يا بابا. بحبه. يعني هي الحياة قاسية جدا، وهذه الحرب ربما كانت أقصى على هؤلاء الصغار في ظل هذه التداعيات الخطيرة التي فرضتها على هذا الواقع الصعب والقاسي. هذه خيمة تحتوي على 3 نساء أخوات يعيشن في ظروف صعبة في واقع إنساني أيضا أكثر قسوة وأكثر صعوبة، وكل ما يتمنينه هؤلاء النسوة أن تتوقف هذه الحرب حتى يعدنا إلى أزواجهن وتلتم ويلتم شمل هذه الأسرة التي تحتوي على عدد كبير من الأطفال والنساء. أيضا معنا الأخت الثالثة التي نزحت أيضا قصرا، يعطيك العافية. أكيد قصتك تختلف عن أخواتك التنتين، إيش هو القصة؟ احنا نزحنا من غزة
وجينا هنا انجبرنا يعني إنه نيجي هنا على مواصل بدون أزواجكم. أكيد. طب كيف المرأة تعيش بدون زوجها في ظروف زي هذه؟ كيف صعوبة الأمر؟ والله صعب كتير على الأطفال وعلينا، هم برضو بتحملوا مسؤولية يعني أولادهم ومصاريفهم ولبسهم. إيش تتمني في هذه الظروف؟ إنه هذا يكون جنبنا يعني، يوقف جنبنا ويساعدنا وهيك. بالتأكيد هذا ما فعلته إسرائيل في هذه الأسرة، أجبرتها على النزوح قسرا وشتتت شملها، وأجبرت هذه أو هؤلاء الأخوات الثلاثة على النزوح بدون أزواجهن، والآن يعيشن ظروف إنسانية صعبة وتنقلن من مكان إلى آخر. هي تداعيات الحرب التي ما زالت تلقي بظلالها على واقع الحال في هذا المكان وفي كل مكان تتواجد فيه الأسر النازحة. من مواصي مدينة خان يونس من أقصى جنوب القطاع، لقناة الجزيرة مباشر، جمال عدوان.